بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، تحية طيبة. وبعد أقسم بالله العظيم يا أبو محمد، لو تجي تدرس في هذا الصف الدراسي، هذا الصف واحد من الصفوف الدراسية هذه في مدرسة أحمد خليفة، وهذا المطعم يكون عندك، هذا المولدات حق المطعم داخل مدخلنا، داخل والصوت داخل، لا عندك لما الصفوف. والله العظيم يا محافظ بيجي لك سهل وطرش وغثيان وتحسس واستماء وصدر وامراض كلى وكلاوي وقلابة فاصوليا، كل الامراض بتجي لك. فالله المستعان، عندما يعني قوة يا اخي طلاب، وهم يموتوا في البيوت، عندهم يموتوا داخل المدارس بالله عليكم. ثانوية احمد حامد خليفة في المنصورة، المحافظ نلقوه تدخلك يعني. المأمور ما قصر، وجه بإزالة تغيير مكان المولدات من عند الصفوف المدرسية، لكن صاحب المطعم ما يفتهم لي أنا كذا، افتهم لي أنا من قبل يعني، نحن الحوق وعدانية ونعرف بعض. كل ما قلت لقناة بتنزل بتنفذ قرار، شكله يدخلون داخل برمة مندي لحم عسل أم القن كنابة دلينج عنب القلب كلب العنب عنب الكلب عصاير، وماتوا الطلاب. اتقوا الله في الطلاب. الدكتورة نوال مديرة التربية والتعليم، الأبناء أمانة في عنقك أنت، اختارت المحافظ تكوني مديرة التربية والتعليم. نصر اللحجي قصف أعماركم. لكن